يوما عاديا من ايام تشردهم، فما ان غفت عيونهم وغرقوا في احلام علها تنسيهم تشردهم في احدى مدارس وكالة الغوث، حتى استفاقوا على مشهد تشرد جديد. فالطائرات الحربية الإسرائيلية أبت إلا أن تيقظهم من نومهم ليجدوا نيران القنابل الفسفورية عالقة في أجسادهم وتحرق ملجأهم الوحيد، فخرجوا من المدرسة ليتشردوا مرة أخرى، ولكن إلى أين؟ فلم يعد هناك مكان آمن. الله بسم الله ونعم الوكيل عليكم يا عرب. المسافر حميانة، دولة حميانة. دموع هؤلاء الناس تخرج من عمق الجرح، وحتى لا يدعي أحد أن القصف لم يكن مباشرا على المدرسة، كانت عدسة كاميرا العالم شاهدة على ذلك، فقد باغتتنا حمم القنابل الفسفورية أثناء التصوير. وبذلك فإن مدرسة للأمم المتحدة والصحافة وطواقم الإسعاف حتى وهي مجتمعة لم يكن ذلك كفيلا بتوقف الغارة التي تواصلت، فاستشهدت أم وطفلتها وجرح العشرات، فتعالت حناجر المشردين غضبا على الصمت العربي. كل العالم تآمر علينا، كل الشعب العربي تآمر علينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على الدول العربية، في الأمم المتحدة حركونا، من الأمم المتحدة حركونا. أولادنا ماتت، الأولاد ماتون في الأمم المتحدة في مدرسة المكان. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذن الموت يرافق الفلسطينيين أينما ذهبوا، والمأساة تتسع دائرتها، والأمان بات مطلبا يستحيل الحصول عليه طالما أنك على أرض قطاع غزة. استشهد أبناؤهم، هدمت منازلهم، وقصفت مدارس لجوئهم، وحتى الآن لم تسمع صرخاتهم. فأي مأساة إذن ينتظرها المجتمع العربي والدولي حتى يلبي النداء؟ إسراء البحيثي، العالم، من إحدى مدارس وكالة الغوث شمال قطاع غزة. رئيس وكالة الأنروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جون كينغ قال إن قصف إسرائيل لمقرات الأمم المتحدة في قطاع غزة أمر فوق الوصف. وخلال تفقده لمدرسة للأنروا في بيت لاهيا شمالي القطاع، أكد كينغ أن القصف يقع رغم تطمينات الاحتلال بعدم تكراره. It's just beyond description. ببساطة إنه أمر فوق الوصف. لدينا ملجأ هنا يؤوي 1800 شخص، وهو يحمل شعار الأمم المتحدة بوضوح ومعلوم لدى الإسرائيليين. وبعد كل الحوادث التي شهدناها خلال هذا الصراع، ورغم تطمينات وإعادة التطمينات الإسرائيلية، شهدنا هذا الصباح مقتل طفلين بريئين. فكل الأساليب متاحة طالما أنها تفتك بأجساد المدنيين أطفالا وكبارا. حسب الله والنعم الوكيل فيهم، شردونا وشردوا أولادنا وشردوا أحفادنا، حرقوا عينا، بدهم يقتلونا. مقتلوا الأولاد، مقتلوش المجاهدين، قتلوا الصغار. بدأت الحكاية مع أطنان من الرصاص صبها جنود الاحتلال بدم بارد على أهل غزة. تجاوزت الغارات 2500، ولك أن تخمن أنواع الأسلحة المستخدمة خلال 3 أسابيع، بدءا بالقنابل العنقودية والارتجاجية، وليس آخرها القنابل الحارقة والفسفور الأبيض وأخرى تجرب لأول مرة. نفسي يكون نرجع على دورنا، نضل في دورنا، يعني مو لا يكتل الصغار لا يكتل الكبار، يعني احنا بدنا يضلهم عايشين. الانسان بده الشعب يضل عايش. عن الحياة تتحدث هذه الفتاة، هي التي سرق الموت ارواح اقرانها بادوات تتراوح بين الخنق والحرق والشطر. فالقنابل الحارقة تطلقها المدفعيات، فتنشطر عنها كتل حارقة تتناثر على مسافة متباعدة، ما يؤدي الى اشتعال حرائق ضخمة يصعب السيطرة عليه. أما الفوسفور الأبيض فهو يتمتع بشدة نشاطه الكيميائي لدرجة أنه يلتهب بمجرد أن يلامس الهواء،
بل ويسبب حروقا تصل إلى حد العظام، وهو ما لاحظه الأطباء على أجساد الجرحى والشهداء. تخترق غزة، يستنشق أبناؤها غازات سامة، تسرق الحياة من عيون أطفالها. العالم يتفرج بل يكتفي بالصمت، وإن تكلم فكلامه يحرق تماما.